يلا هاتي يا سعدية. عايزك تختفي وما تجيش هنا غير لما نادي عليك. وهنت عليك يا رجاء. بقى تفكري في قتلي بعد العشرة دي كلها. بس أقول لك حاجة وتصدقيني، أنت ست غير عادية وخسارة في اللي بيحصل لي. مستغربة؟ لا ما تستغربنيش، انت فعلا ست ارادتها من حديد، لان رغم كل اللي حصل لك ده ولسه عندك امل، وكمان بتفكر انك تتخلصي مني. انا فعلا معجب بيك يا رجاء. من طول عشرتي معاكي زاد اعجابي بيك واسرارك. انما عامل ايه؟ حظك الوحش هو اللي وقعك في طريقي. معلش، بس انت مالكيش ذنب في كل اللي حصل لي ده. عشان كده انت محتاجه تاخدي فرصه. ايوه رجاء، لازم تاخدي فرصه. ده الدواء اللي انت بتاخديه واللي عمل فيكي كده، انت عارفاه ومجرباه. ده بقى حاجه جديده، دواء جديد ممكن يخلي حالتك تتحسن خالص. ايوه رجاء، صدقيني ممكن تاخدي الدواء ده وترجعي تقف على رجليكي تاني زي الاول. ودي فرصتك. أنا مستعد أوقف الدواء ده وأبدأ أديك الدواء ده عشان ترجعي بقى رجاء بتاعت زمان، تقدري توقف على رجليكي وتمارسي حياتك. المقابل تنسي كل اللي حصل، تقفي معايا وتبقي في صفي، وما تبقيش عنيدة زي جوزك. فاكرة جوزك يا رجاء؟ فاكراه ولا مش فاكراه؟ كان راجل عنيد وغبي، هو السبب في كل اللي انت وصلتي له ده. هو السبب، هو بسبب عناده وتحدي لينا هو اللي وصلك للحاله اللي انت فيها دي. مش بقول لك يا رجاء، بتدفعي تمن حاجه انت ما عملتهاش. اكيد انت شك فيا، بتقول ازاي هرجعك لحالتك الطبيعيه وانت الوحيده اللي عارفه عننا كل حاجه، عارفة إيه حكايتنا وإحنا مين. بس أنا ما يفرقش معايا رجاء، لأن أنا ما حدش يقدر يخدعني ولا يلعب بيا. وأنت عارفة إيه اللي حصل لجوزك لما ما نفذش اللي طلبته منه. ده غير بقى إن أنا عندي ضمانة. عارفة إيه الضمانة دي يا رجاء؟ ابنك سامر. ايوه رجاء، ابنك سامر عندي، هو الوحيد اللي نجي من الحادثه معاكي بعد ما مات ابنك الكبير هو وجوزك. انا خدته ضمانه ليا. انا عارف انك ممكن تشك فيا وتقول ان انا بكذب عليكي. انا المره دي ما بكذبش عليكي، لا انا عايز واحده ارادتها من حديد تبقى جنبي في صفي. أنا هرجعك لحالتك الطبيعية وأنت تقفي معايا جنبي في صفي. بس خلي بالك، لو لعبت معايا أو بيا أو حبيتي تخدعيني هتكون حياتك هي التمن، حياتك وحياة ابنك سامر. عايزة تشوفيه؟ توافقي على عرضي؟ هخليك تشوفيه ويمكن كمان أسيبك تربيه. يا رجاء
الحكايه مش محتاجه تفكير، يمكن دي تبقى الفرصه الاخيره ليك انت وابنك. الو، ايوه جاهزين؟ هو معاكم؟ طيب مسافه السكه هيكون عندكم. الحظ دايما بيخدمك يا رجاء. انا مضطر انزل، عندي ميعاد مهم. اهي فرصه بالنسبه لك انك تقعدي تفكري، وانا عارف انك ست ذكيه ومش هتفوت الفرصه. هبقى سعيد جدا لو واحده زيك بقت معايا ووقفت جنبي. سعدية! ايوه عايزك تخلي بالك من رجاء هانم، تعامليها بود وحب وعاطفه. اي حاجه تطلبها منك تنفذيها فورا، وبعدين بلاش تديها الدواء النهارده، على الاقل لحد ما ارجع. امر. ده ايه الرضا ده؟ هو خاف منك عشان تحاولتي تقتليه ولا ايه؟ بس يا ستي حقك. اقول لك ايه؟ انت الدكتور موسع عليكي، اعملي اللي نفسك فيه. تحت امرك يا ست نجاة. ما يامرش عليك يا عبدو، انا فكرت في كلامك، لقيت ان انت عندك حق. حاضر يا ست نجاة، ولو اني ما احبش اروح المكان ده تاني، انما عشان خاطرك هروح، وان شاء الله هاجي اقول لك عملت ايه. مليون تماسي.
والمكوجية القهوجية والمكوجية والسمكرية والحلاقين مليون تماسي عالسهرانين مليون تماسي. ازيك يا حلوة؟ صوتك طلع اخلص عليك. طيب طيب عبدو ما لقيتيش غير عبدو اللي سمعي كلامه ياما. يا ابني حبيبي يا ابني يا ضنايا الغرقان بيتعلق في اشياء واللي حصل لعبدو ده اكيد اتربى منه وبقى بيتكلم لصفنا ويمكن يدلنا على المتنيل على عينه اللي اسمه عرفه فين نصيبه. وحتى لو قالنا على مكان عرفه هنعرف نرجع منه اللي خده؟ الله جري يا ابني انت مكسر مقاديف ليه واه؟ بعدين انا قلت لك خليك بره الموضوع ده وما تدخلش فيه تاني زي ما اتفقنا ماشي؟ ازاي بس يا ام عشان ابقى بعيد وانا شايف كل المشاكل دي بتحصل حوالينا؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني انا بعتبرك راجل عشان كده حكيت لك ما تخلينيش اندم ان انا حكيت لك. كمان؟ كمان ما كنتش عايزه تحكي لي مش عايزاني اعرف ياما؟ تنيله عليا وعلى سنيني. ايه يا ابني؟ انت هتنبر يا ابني من اولها؟ مش لما يبقى يلاقيه ويجي يقول لنا اذا كان لقاه ولا لا وساعتها نبقى نتخانق انا وانت. ماشي يا ام انا هصبر بس يكون في علمك والله العظيم لو عبده عرف مكانه مش هسيبك تقابليه لوحدك وساعتها هيكون لي ما احسب تاني هعرف ارجع منه حقنا والا ما بقاش باسم ابن راضي. بسم الله ما شاء الله عليك الله اكبر فعلا اللي خلت من ماتشي راجل يا باسم فعلا راجل من السراجي. حاضر يا حبيبي انا مش هقابله غير رجلي على رجلي. خلاص مبسوط؟ خلاص يلا حبيبي يومك تعالى. زي ما قلت لك يا سيف انا مش جاي نوع الشر انما لو حسك طلع انت تجاني على روحك وعشان تطمني يا ستي اهو. طب ما الجاي عايز ايه؟ عرفه فين؟ معرفش. سالي ما تلفيش وتدوري عليا. انا قلت لك ما اعرفش عرفه فين وبعدين وانا هخبيه ما تدور عليه في المكان اللي انت عايزه. اوعى تكوني بتكدبي عليا يا سالي. هكدب ليه؟ وبعدين انت عايزه فين؟ سالي انا مستعد انسى كل اللي عملتيه معايا وابعد عنك. وايه المقابل بقى؟ لو شفت عرفه وظهر تبلغيني. في ايه؟ عرف الخسيس سلب فلوس من ناس طيبين وانا عايز ارجع لهم حقهم. لا والله حلوه دي. عبد اللي انت تعرفيه اتغير يا سالي والدليل اهو انت قدام وبين ايديا واقدر انتقم منك بس انا مش هعمل كده. ايه؟ اتهديت؟ ايوه اتهديت وعقلت. اللي انت عملتيه معايا يا سالي فتح عيني على حاجات كتيره قوي عرفتني حاجات ما كنتش شايفها ولا واخد بالي منها. عارف نفسي صدقك. عارف يا سالي انت لما زقيت عليا فاي ورجالته عشان تنتقمي مني كان عندك سبب وسبب وجيه انما لما عرف اهني ودسني برجليه وضربني بالجزمه واستغل عجزي ما كانش عنده أي سبب غير ندلته وإنه واطي وخسيس. أنت شايل منه قوي. يا ستي أنا لا شايل من حد ولا ليا طار بايت عند حد. أنا زي ما قلت لك عايز أرجع حق ناس غلابة مالهمش أي ذنب من عرف الكلب. أعمل حاجات طيبة في حياتي يا سالي بدل الشر والأذية اللي كنت بعملها في الناس طول عمري. أعمل خير. يا سالي لو عرف ظهر هتبلغيني. لو ظهر هبلغ. ماشي يا سالي بالاذن. مع السلامة. على فكرة يا سالي في حاجة تانية مهمة قوي لازم ابلغك بيها. حاجة تاني؟ انا هقول لاخوك على كل حاجة. شكرا. ايوه شكرا
الراجل ده اتعذب بسبب كتير قوي، جه الوقت بقى اللي اريحه. بلاش يا عبد والنبي، انا مش جاي اخد رايك، انا ببلغك باللي هعمله. سلامة حلوة. يا ترى يا عبدو اتهدت وعقلت زي ما بتقول، ولا ده فيلم عربي جاي تعمله علي لحد ما تنيمني وتضرب ضربتك؟